اليوم في حدث عالمي كبير تناقلته كل وسائل الإعلام العالمية، ألا وهو الاستقبال التاريخي لبعثة فريق النصر هناك في العاصمة الإيرانية طهران. هذا الاستقبال الجماهيري الشعبي الكبير والذي حظي بتداول كل وسائل الإعلام العالمية إن دل على شيء، يدل على قوة المشروع الرياضي السعودي، يدل على أيضا نجاح هذا المشروع، يدل على شعبية هذا المشروع، بل أن الشعوب الأخرى معجبة بشكل كبير جدا بهذا المشروع العظيم. شعبية النصر الكبيرة المنتشرة في كل مكان، إضافة إلى تواجد اللاعبين العالميين التي أضافت شعبية أخرى لشعبية النصر في مختلف دول العالم. نشاهد حشود جماهيرية كبيرة، إغلاق الشوارع، تجمعات كبيرة، أصبح هناك ارتباك في شوارع طهران، بل أن الأمر وصل إلى إلغاء الحصة التدريبية لتمارين النصر واللي أعلن عنها السيد كاسترو مدرب النصر لسلامة اللاعبين، وفضل بقائهم في مقر إقامتهم. هذا المشروع مدعاه للفخر، وهذه الرسالة التي وصلت لكل شعوب العالم تجعلنا نعتز ونفتخر بشكل كبير جدا بما قدمته قيادتنا الرشيدة ودعمها الكبير والغير مستغرب للقطاع الرياضي لكل أنديتنا. بل أضيف على ذلك بأن هذا المشروع لم يخدم فقط الدوري السعودي، بل أيضا حتى خدم دوري أبطال آسيا اللي أصبحت هذه البطولة خالية من اللاعبين العالميين. جاءت الأندية السعودية بتواجد اللاعبين العالميين لتنهض بهذه البطولة، لترفع قيمتها من جديد، وتقدم رسالة لكافة المجتمعات بأن البوصلة أعدناها من جديد لأنديتنا السعودية. إحنا للأمانة في مجمل هذا الكلام نقول تحياتنا لكل القائمين على هذا المشروع، وإعجابنا بكل ما يقدمونه، وتمنياتنا دائما لهم بالتوفيق في كل خطوة يخطونها في خدمة الرياضة السعودية. عبد الله بن زنان. طبعا اللي صار اليوم بصراحة هو